السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نهضروا على جديد لاعبي أسود الأطلس، وغيكون عندنا كذلك تحليل أهداف وتقييم مردود اللاعبين وما إلى ذلك. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، أكيد غادي نقولوا مبروك مبروك ثم مبروك لوداد الرياضي البيضاوي التأهل مستحق لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد ما عذبوا سحقوا نادي سان داونز القوي والعنيد على أرضية ميدانه وأمام جماهيره، وبذلك كيضرب موعد آخر كالمعتاد في السنوات الأخيرة مع النادي الأهلي المصري. وطبعا كما شفنا اليوم الوداد كانوا رجال مقاتلين محاربين بالجرينتا والشجاعة والروح الانتصارية ما شاء الله، واللي شفناه أكيد عند جميع اللاعبين بدون استثناء. وللإشارة، الوداد عنده واحد ميزة زوينة بزاف في الماتش اللي غادي يكون ضد الأهلي، وهي أن مباراة الذهاب غادي تكون على أرضية ملعب القاهرة الدولي نهار 4 من شهر يونيو المقبل، أما الماتش ديال الإياب فطبعا غادي يكون في مركب محمد الخامس بكازابلانكا تحديدا نهار 11 من نفس الشهر، يعني الماتش الأول غادي يتلعب في مصر، وهذه أكيد ميزة للوداد الرياضي البيضاوي. ومرة أخرى مبروك لوداد الأمة ولجميع الوداديين، وبإذن الله البطولة غادي تكون ودادية مغربية، فقط تفائلوا خيرا تجدوه. ومن الوداد ننتقلوا مباشرة إلى مهاجم المغربي وليد شديرة، اللي البارحة كان ماركا بيت زوين بزاف مع فريق باري في الماتش اللي كان ضد نادي جنوا، وتحديدا سجل الهدف الثالث بعد ما كانوا خاسرين ب3-2، يعني هو اللي كان جاب التعادل. وقصة هذا الهدف كان تحديدا في الدقيقة 86، وكالعادة غادي نحطكم في الصورة، وكما كيبان لكم بالواضح هذا هو المغربي وليد. أما اللي عنده الكرة هو الايطالي سيباستيانو اسبوسيتو اللي كان كيقود الهجمه، ثم هنا كيلعب الباس عادي جدا لوليد، وفي نفس الوقيته ديال التمريره الى لاحظتوا مزيان هي نفس اللحظه اللي سيباستيانو توغل وضرب سبرينت ديالو للعم ولعب ليك وراء ظهر المدافعين كما كيبان لكم حاليا، باش هنا المغربي يلعب مع الاندو، وهذا هو كان الهدف ديال اللاعب الايطالي من الاول. الا انا شديرة شاف بان الحل الانسب في هذه الوضعيه وهو التسديد مباشره للمرمى، وبين قوسين كان عنده حل اخر وهو يباسي مع هذا اللاعب اللي كيبان لكم الان، ولكن كما قلنا وليد غادي يختار التسديد مباشره. والسبب اللي خلاه ياخذ هذا القرار ويفضلوا على الاحتمالات اللي ذكرناها سابقا، وهو ببساطه المحليك الحارس الاسباني جوزيب مارتينيز فاتح ليك الزاويه على يساره، يعني هنا الوقفه ديال الحارس كانت كارثيه بكل ما تحمله كلمه من مقاييس، واللي اوتوماتيكيا وليد ما عطلوش بواحد البروصاص صاروخي بوم بوم جول في الزاويه 90 اللي ما عشاش فيها ابليس اللاعين، صراحه هدف ديال بلاي ستيشن، ومن هاد الزاويه ايضا كتبان لينا جماليه هذا الهدف. اما تقييم وليد في هذه المباراه هو 7.1، علما انه ما كانش بذكاء اساسي حيث فضل المدرب الايطالي ميشيل مينياني يدخلوا حتى الدقيقه 66. ومن ايطاليا نحلق مباشره الى المانيا، تحديدا مع نصر مزراوي، واللي كما عارفين اليوم بدا الماتش كاساسي ضد نادي عنيد اللي هو لايبزيغ، واكيد اللي تفرج في الماتش غادي يكون لاحظ بان مزراوي ما ظهرش بزاف هجوميا، والسبب ببساطه كان تكتيكي، لان بايرن ميونخ في الحاله الهجوميه كانوا كيلعبوا ب 3-4-3، وهنا تحديدا نصر كان كيتحول لمدافع ثالث على اليمين مع كل من المدافعين بنجامين بافارد وماتياس ديليخت، واللي كان كياخذ مكان مزراوي او بمعنى اصح اللي كينشط الجبهه اليمنى هو كينكسلي كومان، اللي شفناه كيتحول كوينغ باك بمعنى كيكون كظهير بمهام هجوميه اكبر، وهذا التكتيك او اسلوب اللعب هو تحديدا اللي ما خلاناش نشوفوا نصر مزراوي كيصعد بزاف للامام للمسانده الهجوميه. وطبعا كل شيء من المدرب توماس قاس حراس اللي قلت لكم شحال هذه منين جا للبايرن ويا راجع اللور، فبعد ما ضيع عليهم الكاس ودوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، انا كنقولها لكم من دابا باي باي لقب الدوري الالماني، لانه للاسف بعد ما كل شيء كان بيد البايرن الان تقلبت الايه، ودورتموند هو اللي اصبح مسيطر بسبب الخساره اليوم ديال البايرن، لان الترتيب الحالي ديال الدوري الالماني كيحتلوا زملاء نصر بفارق نقطه واحده على دورتموند، واللي هاد الاخير كما عارفين كاملين عندهم مباراه ناقصه، وفي حاله ما غدا ربحوا الماتش غادي يوليو في المركز الاول بفارق نقطتين على البايرن، ومن بعد غادي تبقى عندهم مباراه واحده لكلا الفريقين، اللي دورتموند غادي يدخل فيها على ملعبه فريق ماينز اللي ما عنده حتى شي حاجه يخسرها نهائيا، على عكس نادي بايرن ميونخ اللي غادي يخرجوا عند نادي كولن، واللي هاد الاخير كينافسوا على مقعد المؤتمر الاوروبي، يعني ظاهريا الاقرب للتتويج باللقب هو نادي دورتموند، خصوصا اللي ربح الماتش ديال غدا ان شاء الله. وطبعا هادشي كامل بسبب المدرب توماس قاس حراس، ولكن راه الخطا ماشي منه بل من اداره البايرن، اللي بدون سابق انذار دغيا جرات لك على المدرب يولان لاغليسمان اللي كان حاكم لهم الفرقه بكل ما تحمله كلمه من معاني. على العموم مزراوي في هذا الماتش لعب 87 دقيقه وتحصل على تقييم 6.3، والان ختموا مع الدولي المغربي الاخر سفيان امرابط، اللي اليوم المدرب فينشينزو ايطاليانو استبعدوا تماما من قائمه اللاعبين اللي غادي يشاركوا في الماتش ديال غدا، والسبب ديال الاستبعاد بكل بساطه وهو اراحه اللاعب قبل مباراه نهائي الكاس اللي غادي تكون ضد الانتر يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. والامر كينطبق ايضا حتى على نجم الفريق الاخر اللي هو نيكو كونزاليس، اللي حتى هو استبعدوا المدرب لنفس السبب. وحتى لنا كنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.